قامت الجامعة وكعادتها وكل سنة بإدراج تخصصات جديدة، فهذه السنة نذكر فقط منها تخصصين وهما تخصصين مزدوجين. فالأول هو ما بين الحقوق والعلوم السياسية، وهذا لتدعيم قسم العلوم السياسية، والثاني هو الرياضيات والإعلام الآلي مطبقة في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. الحمد لله كل أمورنا جرت في أريحية تامة، ونتمنى فقط للطلبة وخاصة الجدد النجاح والتوفيق في دراستهم لسنة 2024-2025. المميزة في هذه السنة أنه تخلى الطالب عن العادات القديمة اللي هي كانت ورقة عام سناب تحت التوصيات وزير التعليم العالي الأستاذ بضاري. ارتئينا الرقمنة هذه نحات عبء كبير على طالب، ولا يجي وهو في المنزل نتاعو يهز الهاتف نتاعو يسجل في النقل في الإيواء، يعرف الإقامة نتاعو، يعرف الأساتذة اللي راح يقريوه يعني في التوقيت الزمني، خير ما يجي لهنا للكلية وكانت يعني ظروف صعبة جدا لطالب سورتو طالب اللي من الولايات البعاد يعني.